ولكن بالنسبة للملك هو واحد. هل تعتبر نفسك فنان؟ خيالية يعني ما خصك. العالم كامل كيعتبرني فنان وفنان. يا وصاب الدراري والدريات، خوتي وخواتاتي، معكم انرجي. هاد الحلقة جات من بعد تصويت على شكون الرابور اللي بغيتو، والاغلب يطلبتو مني معادلة. وبصراحة هو واحد من الروابط الاولين اللي وصلوا للعالمية واللي انسبيرو بزاف ديال الرابور في المغرب، واصلين اكثر من مليون مشترك. بزاف كيقولوا عليه ما عندوش التكنيك والفايب ديال الراب، ولكن بغيت نقول لهم الراب هو الكلمات قبل من التكنيك. وبزاف ديال الرابور عند بالهم اونتي سيستيم وكيوصلوا رسالة، ولكن عمرهم وصلوا الجرأة اللي وصل ليها الرابور. قبل ما نبداو، اللي مازال ما اشترك يضغط على البطونة الحمراء اللي لتحت باش يوصلوا الجديد. هاك حسابك يلا قيد، قولوا للقيد فك السلطان وتا بيد انا انفصالي. لا دولة قالوا لي لا قالوا لي حيد على شحرق لك باسبور. وهاك حسابك يلا كنش كنش فحك رب من هاد لا ما بقيشي في غالي تستايش اللحظة تخايل وحنا متخايل راسك حبك يطح لما اخويا حلفا بور دورو جول طرفا بور. محمد بالغوات اللي معروف بالحقد زاد في 1988 في كازا، هو مغني راب وناشط حقوقي في حركة 20 فبراير. دوز 3 ديال التجارب سجنية على خلفية الأغاني ديالو اللي كينتقد فيها النظام والملكية في المغرب، ومع العلم أنه خد جائزة دولية في حرية التعبير في بريطانيا. And the winner is Mouad El Haket from Morocco. درب في 2004 مع جروب عكاشة فاميلي، ومن بعد بثلاثة ديال السنوات خرج أول ميكستيب ديالو الحاقد من عكاشة. أول مرة غيطلع فيها سيغسين في 2008 في واحد الفيستيفال كيتنظم في شاطئ عين دياف كازا، ولكن الشرطة اللي كانت تما ما خلاتهمش يكملوا الشو ديالهم في داك النهار. من بعد ولا مواد الحاقد من الأصوات اللي كديرونجي بزاف النظام، وغادي وكيتعرف عند الجمهور المغربي، ولا عنده جمهور كبير بسبب الأغاني ديالو اللي كيطالب فيها بالحرية وحقوق الإنسان، واللي كتنتقد الوضع الاجتماعي والحقوقي في المغرب. في 2011 غتبان أول مرة في المغرب حركة 20 فبراير، واللي لقبوها البعض بصوت الشارع للناس المضطهدين. خليها الدخول الكول عدالة في الوجهة وضرب ذيك الجهة، الاستقلال كول وزيد كول ولاد الشعب، وكانت سائلوا على القديم شكون عليه مسؤول، حكومة مكرطة اللحية، حكومة مربية اللحية، والشعب ساكن في الطواليت خنزة بريحة البول. الحقد حتى هو غيدخل وسط المظاهرات في الشارع، وغيبدي يكتسب شعبيه كبيره عند المحتجين والمعارضين ديال النظام، وكان هو اللي كيكتب الشعارات اللي كيرفعوا المتظاهرين في الشوارع، وشارك بزاف ديال الحفلات الموسيقيه اللي تنظمات بزاف ديال الجامعات المغربيه. النظام المغربي دار محاولات كثيره باش يخفف من الاحتجاج. في 2011 غيحكموا عليه باربعه ديال الشهور في السجن، من بعد ما خرج في فتره قصيره. تشد الحقد وتحكم عليه اكثر من ثلاثه ديال المرات بتهم مختلفه، من بينها بيع تذاكر مباراه الرجاء البيضاوي بدون رخصه، ولا تهم اخرى اللي هي اهانه موظف عام اثناء قيامه بواجبه. ديت على بيع التذاكر، والمحكمة برأتني على التهمة هذه. ما تنفعلش يا معاذ. المحكمة برأتني من التهمة. المرة الثانية شدوني على أغنية اللي سميتها على البوليس، كنهضر فيها على داكشي اللي كيديروا البوليس. ولكن اللي اعتقدوا بزاف باللي سبب المطاردة ديالو هو الأغنية اللي انتقد فيها الشرطة المغربية، ودوز عليها عام في السجن حتى لسنة 2013. اسم لاكارت خان جبد، هوية باينة مركب ماشي، ولا شي جد مد، وهذا جوان هالك ليا صاحتي. خدا معاد الحق جوائز كثيره وطنيه ودوليه، من بينها جائزه الشفافيه في المغرب في عام 2012، وفي نفس العام شارك في منتدى المدونين العرب في الاردن. وفي عام 2014 غيلونسي تراك ديال والو اللي غيوصل اكثر من 4 مليون مشاهده. ما حبسنا والو اعوم، تعيا ما تفهم، ما غتفهم والو، تعيا ما تردم كاين الاخبار. وفي نفس العام غيولي من المرشحين لجائزه سخاروف، وهذه الجائزه خداها في 1988 نيلسون مانديلا من عند البرلمان الاوروبي اللي كيكرم الاشخاص والمنظمات اللي كتشتغل في مجال حقوق الانسان والحريات. في 2015 غيخدم واحد لاكولابوراسيون مع بزاف ديال الفنانين من دول من بينهم مصر وايران وتونس وفلسطين، وفي واحد البروجي اللي سميتو زومبي. افتح عيونك شوف ايديك عم تعمل شي غلط، قتلوا مجازر ضد شعب عم تنهب وتسرق نازل ضد باسم الدين ولا باسم الوطن، انت مين تسبب هالقلق. في نفس العام غيزور بروكسل في واحد الجوله، وغيفكر باش يدير اللجوء السياسي، واللي غياخذو دغيا من بعد بزاف ديال المشاركات مع فنانين في دول اوروبيه. في 2017 غيلونسي البوم من عكاشه المولمبيك، وشارك في مهرجان لوكالوبا، ولونسا تراك اللي سميتو راكاتاكا، ومن بعد فريستايل انا ريفي. انا الرابور من الطبقه الكايه، انا السلامور من السك بالنايه، انا الاناركي اللي حرق رايه، انا البويمي وارضي مرايه، انا الصعلوب وغيتي غايه، انا السك كلشي نقرك بالخف، سقسي
خوتي انا بكزاوي نقراك من عينك شنو ناوي. القضاء المغربي غادي يتهموا بالاعتداء والضرب وغادي يتسجن على خلفيه الانتماء ديالو لحركات احتجاجيه في المغرب. من بعد صدور الحكم الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان غتعين وزير العدل والحريات باش يتابع القضيه ديال معاذ بالغوات. معاذ الحق تعاطف مع ولد الكنز اللي سميتو علاء الدين العقوبي. هو مغني راب تونسي تشرف الاغنيه اللي وصف فيها الشرطه التونسيه بالكلاب. دوني على الاستهلاك عدوني على الزاطه بكاو لمي ما هزوني رفيا باطله في قالب غلطه حطوني في ورطه تونس نعطيها ورده الحكومه تاخذ كتله. وحكمت عليه المحكمه التونسيه باربعه ديال الشهور ديال السجن. الشاب تيدير الفن ديالو تيعبر على الراي ديالو تيعبر على واقع اللي كيعيشو في تونس اللي كنعيشو حنا في المغرب. حنا ما رضيناش نشوفو ونبقاو ساكتين. قلنا على الاقل اقل حاجه نقدروا نديرها هما تيعموا الاعتقال كيشدوا بنادم حنا نعموا التضامن بيناتنا. اول ميكس تيب دار معاذ الحق كانت في 2007 وسميتها عايش ديال الله. جهوية المركزيه مثلوا علينا مسرحيه الكل يخب بغى يفهم شرحوا لي الدستور جيبوا الجوي جيبوا البخور الانتخابات الطريجه والشيخات كخونا اشعيبات التبازات البراميز الاخبار بلاد زينا السبيطار كلشي غادي بالقاعده. وفي 2014 ميكس تيب اللي سميتها والو. كلخ الشعب والو والو ما معسخش يا بلاكشي اما فجيشو اما فجيشي والو ديرها فراسك وما تاتخش على حقك والو. وفي 2017 البوم اللي سميتو معلم والالبوم الجديد ديال 2019 باقي في البريباراسيون. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه وتسناو الحلقات الجايين على روابا مازال ما هضرتش عليهم. الى عجبك الكونسيبت ما تنساش تبارطاجيه مع عشرانك. كان معكم انس انرجي. طلع.